جاء الحين ترتيب السوشيال ميديا وزاد الطين بلة. آه قلبي. مثل ما انتم شايفين هيثم رافي عيد. أنا جو سوي لا ديرنيير حتى في السوشيال ميديا. أتمنى تزيدوا تخفوا معي وتدعموني. في أقل من 48 ساعة بدأ سباق المتابعين اللي أشعلوا وسائل التواصل بتفاعلهم بأرقام غير طبيعية. وبدي أطلب منكم إضالكم بذات النشاط. ما توقعت أبداً. شكراً من كل قلبي. صراحة أرقام خيالية، بحبكم كتير كتير كتير. شكراً بزاف 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 بزاف. أتمنى بعد أكثر أشوف منكم تفاعل. خلص أنت حاس توتر الناس. أسطوري يا رب. مشاهير السوشيال ميديا دخلوا على الخط وزادوا الحماس. بندب يلا بارطاجيت اسمي شنادين، نشوف ما كنعرفها شخصيا، اذا باغي مشارك في واحد البرنامج ديال المواهب ومحتاجه حبكم ومحتاجه التصويت ديالكم. فادي فتال اوف، نحن كثير بنحبه وبنشجعه، ففوتوا شجعوا لفادي. ميسو ام سو براود اوف يو. بالمختصر الوضع كان مجنون. الشباب والبنات متحمسين للوك النجومية، خلينا نشوف وضع الشباب. شو مقعدكم انت؟ ليش شو باغين؟ شو في؟ تسمع حدا عم يحكي؟ ما عم اسمع. همي جاوك بالي شفتي كل يقول ايه ده بالعرض. عندي سؤال، كوكب السنة ايش قاعد يسوي؟ يا استاذ احنا قاعد نتكلم، انت ايش كوكب السنة؟ انا من رأيي تخربوا له الحين. انا خلصت. طب خلص بس سولف معانا. اسمع سوالفكم ما تجوز. بدالي ينقوا يا سامي، بدالكم تنقوا انتم. يجي احمد وسلطان. اف 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 الله يستر منهم الاثنين، يعني ورانا ورانا حتى برا المقر. ماستا لاستا كيف تعرف بعدين؟ لا طالعني، ليش طالعني؟ أنا معاك. اليوم احنا جايين نبغى نضبط الوضع. ستايل جديد، إطلالة جديدة، فنانين نجوم كبار. إيه أنا حسيت روحي في ميليتير، ماني قاعد في واقفة كي في الصف، بس كيفاش نعمل كي وكاو. يعني أنتوا نجوم باختصار، والنجم مو بس صوت، حتى شكل. هاي كبير. نبدأ في مين؟ دخلنا ماجد المهندس. يلا يلا ماجد، يلا سريع. يلا وصلنا واحد ورا الثاني، ندخل ونغير اللوك، وانا اللي بديت اول واحد طبعا.